بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية بعنوان نحب مصر. نشيد نحب مصر أبنائي وبناتي هو أحد دروس المحفوظات، ويتحدث فيه الشاعر أحمد محرم عن حبه لمصر. بداية التعريف بالشاعر أحمد محرم. الشاعر أحمد محرم شاعر مصري، ولد في عام 1877 من الميلاد في محافظة البحيرة بمصر. يدعو شعره إلى الإصلاح والوحدة والوطنية، وتوفي عام 1945 من الميلاد. والآن أبنائي مع أبيات النص. يقول الشاعر أحمد محرم في نشيد اليوم: مصر لنا منذ القدم رمز الجلال والعظم، مصر انهضي يحيى العلم، أم العلوم والفنون، ساد بنوها الأولون، ومثل ما كانوا نكون إنا عليها قائمون، نرعى العهود والذمم، نحب مصر مخلصين، ونفتديها أجمعين، فيها حيينا مكرمين، وهي الحياة للبنين، هي الوجود والعدم، نبني لها خير البناء، نعلو بها إلى السماء، ندين فيها بالوفاء، ومصر أولى بالفداء، هي الحمى وهي الحرم. والآن أبنائي وبناتي مع معاني الكلمات الواردة بالدرس: منذ القدم معناها وقت طويل، العظم الفخامة والكبر، سادة سيطرة، نرعى نحفظ، حيينا عشنا، نبني نقيم، الفداء التضحية. رمز معناها علامة، انهضي أي تقدمي، بنوها أبناؤها، العهود المواثيق، مكرمين معززين، خير معناها أحسن أو أفضل، الحمى أي المكان الذي أحميه، الجلال العظمة، قائمون ساهرون، الأولون السابقون، نفتديها نضحي من أجلها، الوجود الحياة، نعلو معناها نرتفع أو نرقى، الحرم أي المكان المقدس. والآن أبنائي وبناتي تعالوا سويا نستمع إلى شرح هذه الأبيات. يذكر الشاعر أحمد محرم في هذه الأبيات أن أرض مصر عظيمة على مر الزمن ومنذ القدم، ومصر رمز السمو والعظمة، كما يتمنى الشاعر لمصر أن تنهض وتتقدم وتعلو فترتفع مكانتها، لأن مصر مهد الحضارات والعلوم والفنون. كما يوضح الشاعر أحمد محرم في البيت الثالث أن أبناء مصر أصحاب حكم وسلطان وقوة، ويجب أن نكون مثل أبناء مصر القدامى بالكفاح والعمل، ويجب أن نرعى العهود والذمم التي عاهدنا عليها مصرنا، كما يتضح ذلك من خلال البيت الرابع. كما يوضح الشاعر أنه يجب أن نحب مصر بإخلاص ونضحي من أجلها بأرواحنا، فعلى أرض مصر نعيش معززين مكرمين، ومصر هي الحياة للجميع. كما يدعو الشاعر أبناء مصر للعمل الجاد المخلص لنعلو بمصر إلى السماء. ويؤكد الشاعر أننا ندين لمصر بالوفاء والأمانة والتضحية، فمصر أحق بالتضحية والفداء، لأنها هي المكان الذي يجب أن نحميه، وهي المكان المقدس العظيم. والآن أبنائي وبناتي مع مواطن الجمال في هذه الأبيات. في قول الشاعر: رمز الجلال والعظم، تعبير جميل يدل على عظمة مصر. وفي قول الشاعر: مصر نهضي، تعبير جميل يصور مصر بفتاة تستجيب للأمر بالنهوض. وفي قول الشاعر: أم العلوم والفنون، تعبير جميل يصور مصر بالأم في عطائها، ويدل على عظمتها.
وفي قوله إن عليها قائمون أسلوب مؤكد بإن، ويصور أبناء مصر بالحراس الساهرين على حمايتها. نفتدي يا أجمعين، تعبير جميل يدل على حب مصر والتضحية من أجلها. فيها حيينا مكرمين، تعبير يدل على فضل مصر على أبنائها. وفي قول الشاعر نعلو بها إلى السماء، تعبير جميل يبين مكانة مصر الغالية. وفي قوله هي الحمى وهي الحرم، تعبير جميل يدل على قدسية أرض مصر. والآن أبنائي وبناتي، مع أسئلة للتدريبات أترك لكم الإجابة عليها، والتواصل معنا على موقعنا التعليمي نفهم نتعلم ببساطة. السؤال الأول: من قائل هذا النص؟ السؤال الثاني: في البيت الثاني سبب من أسباب حب المصري لوطنه، وضح ذلك. السؤال الثالث: ما الذي يميز مصر منذ أزمان بعيدة؟ إلى هنا أبنائي وبناتي يكون انتهى عرض درسنا اليوم، نتمنى لكم الإفادة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.